باكا البرتو هو ياخذ الكرة. عبد الهادي حلحول التون حلحول في اتجاه يوسف عياتي خطاف فتح من حارس انتر كلوب لواندا بولينجو البنجي خطاف فتح يمكن عبد الهادي حلحول من افتتاح التسجيل للمغرب الفاسي والمصر في توقيت 39 دقيقة لعب من هذا الشوط الأول. المغرب الفاسي يمضي افتتاح التسجيل في ملعب 22 يونيو بعد خطأ كبير وسوء تقدير في خروج الحارس بولينجو إيبنجي وتسديدة عبد الهادي حلحول هي في الحقيقة كانت تمريرة في اتجاه حمزة بورسوق وخطأ من الحارس يمكن الماس من افتتاح التسجيل في توقيت ممتاز يعني قبل 5 دقائق من نهاية الشوط الأول. الماس